رسالة حضرتك لعيبة الزمالك قبل ماتش سجرادة للفوز والانفراد بالصدارة. إن شاء الله بإذن الله ربنا يكرمهم ويعملوا ماتش زي الماتش اللي فات، وهم الحمد لله اللعبة فايقة، وإن شاء الله بإذن الله ربنا يكرمهم إن شاء الله بإذن الله. بتمنى لهم طبعا التوفيق وإن هم يفرحونا إن شاء الله، وربنا يعني يكرمنا ونكسبهم على طول كده مرتاح إن شاء الله من غير أي مشاكل. ويعني ان شاء الله شيكابالا كمان يسجل اليوم كل الدعم، ونقول للكابتن شيكابالا ما يستعجلش على الاعتزال، ولا هو ولا محمد عبد الشافي، قدامكم سنتين ثلاثة كمان ان شاء الله، وبالتوفيق وكل الدعم لمجلس الإدارة الجديد. ركزوا في الماتش وان شاء الله الدنيا تكون كويسة معاكم، يعني ان شاء الله بإذن الله ربنا يكرمهم ويشد حيلهم كده ويخبلك وفرقة كويسة، وان شاء الله يكسبوا بإذن الله. ان شاء الله ربنا يوفقهم، والزمالك قادم ان شاء الله، والفريق ماشي كويس من يوم ماتش فيوتشر ويوم ماتش برضو الانتفاضة بتاع سولر لما كسب 4-1، فهي كانت الانتفاضه لنادي الزمالك، وان شاء الله التوفيق للنادي. يعني كل عاوز اقول لعيبه الزمالك ان هم ما يركزوش مع اي مشاكل خارجيه خارج النادي، انت لعيب ركز في لعبك، ركز في شغلك بس، واعمل اللي عليك واجتهد، وان شاء الله ربنا يوفقك وتكسبوا الماتش وتوصلوا احسن لفتره احسن من اللي انتوا فيها دلوقتي، انتوا لعيبه رجاله، وان شاء الله توصلوا حاجه احسن يعني.